الرحمن الرحيم. Mr. Aleksandar Vučić, President of the Republic of Serbia. رئيتي الصربية. Distinguished ministers. السادة الوزراء، كبار المسؤولين والضيوف الأعزاء. The President and members of. رئيسي وأعضاء غرفتي التجارة والصناعة المصرية والصربية. I would like to welcome. أود أن أرحب بسعادة Aleksandar Vučić. President. رئيس بلدنا الصديق الصربيا والوفد المرافق له إلى بلدكم الثاني مصر، وأغتنم هذه الفرصة لأشيد بالجهود المتتالية التي تبذلها الحكومة الصربية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأدى ذلك إلى نتائج مبهرة على سبيل المثال لتحقيق أحد أعلى معدلات النمو في أوروبا خلال جائحة كوفيد-19 على الرغم من التحديات الاقتصادية مرتبطة بها. فخامة الرئيس، الضيوف الكرام، على مدار حوالي 100 عام تمتعت مصر وصربيا بعلاقات سياسية متميزة عززتها شراكة قوية ونظرة عالمية مشتركة من أجل نظام عالمي عادل ومنصف. إن تنظيم منتدى رجال أعمال الصربي المصري يدل على إطلاق حقبة جديدة في تطوير علاقاتنا الاقتصادية لتتناسب مع العلاقات السياسية الاستثنائية بين البلدين. يعكس المنتدى التعاون المثمر والعلاقات القوية التي تربط بلدينا، خاصة منذ الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا في يوليو 2022، كما يعكس أيضا ذلك التزامنا المشترك بتعزيز علاقاتنا الاقتصادية وتوسيع التعاون الاستثماري بين مصر وصربيا. ولذلك يجب علينا أن نكون واقعيين في تحديد أهدافنا والعمل الدؤوب لتحقيقها. على سبيل المثال، نرحب بإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا خلال الزيارة الحالية لفخامة الرئيس فوتيتش، والتي ستقوم أيضا بمضاعفة تضاعف التجارة بين بلدينا في السنوات الخمس المقبلة مقارنة بالقيمة الحالية البالغة 89 مليون دولار، وباعتبارها إحدى أكبر دول غرب البلقان. تمثل صربيا بوابة لدخول البضائع المصرية إلى المنطقة، بالإضافة إلى توفير مزايا وامتيازات أخرى من خلال مبادرات أخرى مفتوحة التي تسمح بوصول البضائع المصرية إلى صربيا دون قيود جمركية. وبالمثل يمثل لمصر أيضا دخول المنتجات الصربية إلى أفريقيا من خلال التجارة الحرة للقارة الأفريقية. ويعد منتدى رجال الأعمال المصري الصربي خطوة أولى نحو ترسيخ وتطوير وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال من الجانبين في مختلف المجالات. وسيعمل المنتدى على تعزيز التواصل عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الزيارات المتبادلة، وسيعمل أيضا على تعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى المحلي والبلدي أو الإقليمي من خلال فتح قنوات اتصال بين غرف التجارة المصرية والصربية على مستوى المحافظات والمدن الصربية. وأحد الأمثلة على هذا هو زيارة المتبادلة والتبادل بين غرفة التجارة المصرية الإسكندرية وغرفة التجارة منطقة فيوفيتينا. أتمنى أن أكون نطقت اسم المدينة صحيحا. ويمكن أن يتوسع ذلك ليشمل غرف تجارية أخرى في مدن أخرى، بالإضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا. فخامة الرئيس، الضيوف الكرام، يجب أن نركز سويا على اختيار مجالات التعاون التي تعكس المصلحة المشتركة لبلدينا مع الاستفادة من الميزة النسبية التنافسية لكل منا. وتشمل هذه المجالات الزراعة، الاتصالات، التكنولوجيا والمعلومات، الاتصالات والبنية التحتية والإسكان، خاصة في ضوء افتتاح مصر مؤخرا لعدد
of smart cities, من المدن الذكية وأبرزها العاصمة الريادية الجديدة. وأخيرا في مجال السياحة نتطلع إلى زيادة أعداد السائحين الصرب في مصر ونساعد بعضهم البعض في تذليل العقبات المتعلقة بالسياحة المصريين في صربيا. أصحاب السعادة والضيوف الكرام, في الختام أود أن أعرب عن تقديري لجميع الذين شاركوا في تنظيم هذا المنتدى ولكل ضيوفنا الكرام من صربيا الذين شرفونا بحضورهم اليوم. أتمنى لكم جميعا منتدى ناجحا ومثمرا ولبلدينا وشعبينا بين الصديقين التنمية والسلام والازدهار. أشكركم شكرا جزيلا.